اليوم بغينا نعرفوا بما اننا وغادي تكون متفق معي اي حاجه كتبدا من العقل ديالنا، الا العقل ديالنا تقبلها وعرفنا كيفاش نتقبلوها فاكيد غادي نمشيو فيها وغادي ننجحوا فيها. اليوم كيفاش نبرمج راسي انا انني نطيح الوزن وكذلك نحافظ على هذاك الوزن اللي طيحته؟ انا قبل ما نجاوبك سي مروان كان كيهضر على الكوتش كلثوم، الحركات لا بارتيكولاريتي ديال اليوم انا درت حركات اللي كيسيب لي بعض المناطق اللي كتجمع فيهم لاغريس وكنجمع فيهم الدهنيات وكنسميهم المناطق البارده. المناطق البارده يعني الجريان ديال الدم لا سيركيلاسيون سانغين ما كتكونش بزاف، داكشي علاش ما كيكونش كيستافدوش حتى من الرياضه. والحركات اللي دارت حركات سبيسيال اللي كيموبيليزيو لي موسكل فيسي اللي كيكونوا ناعسين، لان ديك الحركه اللي كانت كدير بحال هكا وكلشي قليل فين كتخدم داك الموسكل فليشور اللي كيهز لك من الفيمور وكيهز لك الحركه. يعني مزيان غتاكتيفي غتصيف الدم تما غتنقص لاغريس. نرجعوا للبرمجه، البرمجه هو ان اي واحد كيبغي ينقص الوزن هو باغي ينقص الوزن، هو كيقلب ديما على كيفاش انا ننقص الوزن، اشنو ما باغيش. ملي كدوي مع شي واحد بحال دابا ناخذوا اي مثال اكس، غيجي عندك غيقول لك انا بغيت نحيد الكرش اشنو ما باغيش، هو عارف راسو شنو ما باغيش ولكن ما عارف راسو اشنو باغي. ملي غتسولو اشنو باغي يقول لك كيفاش شنو باغي، انا باغي نحيد هاد لاغريس، شنو غيجاوبك؟ وانا كنقول بحال دابا السي مروان كنا في الكواليس كنهضرو كنقول واش عمرك فكرتي انني كنقول السي مروان في واحد من هنا العامين غيكون الوزن ديالي 64 كيلو؟ ما كيفكرش فيها بحال هكا، هو كيفكر دابا خصني نقص الوزن دابا نحيد الكرش، هو كيفكر ديما اشنو ما باغيش، مي اشنو باغي ما كيفكرش فيها. يعني كيفاش غنبرمج عقلي؟ غنقول انا من هنا نحن في 2018 من هنا العامين ولا العام غيكون الوزن ديالي كذا، وعندي واحد الاوبجيكتيف، حط واحد الاوبجيكتيف محدد محدد. وانا كنت مع واحد السيده الصباح اللي تناقشنا على الوزن وكلشي، بدينا كنهضروا على الوزن. دابا كتلبس واحد لاطاي 42، واحد الوقت كانت في 36، لاطاي 36 وكيفاش خصها ترجع ل 36؟ قالت لي كنتمنى وكلشي. قلت لها باقي عندي الحوايج ديال 36، قلت لها واش قدامك؟ قالت لي ما قداميش، حطام جا معاهم في واحد القنت كلشي. قلت لها افضل حاجه غديريها هو انك السروال 36، وهذه خطوه عمليه اللي كنطلب منكم ديروها، تعلقيه في البلاكار عندك يكون باين مع حوايجك، واخا ما غتلبسيش تعلقيه، لان غيعود واحد الرابط اللي كيفكرك بالهدف ديالك، وكل يوم غتحلي ذاك البلاكار ديالك كتشوفي الهدف ديالك. ملي غتشوفي الهدف ديالك غيلصق لك في الدماغ ديالك اشنو علاقه هادشي بالاكل واشنو علاقه هادشي بالرياضه. ملي غتبغي تاكل الشوكولا ولا تاكل شي حاجه اللي ما كتاكلش غتفكر هذاك السؤال اللي وراء اوبجيكتيف معاك مع نفسك. انا كنبرمج راسي بلا ما نشعر، هذه ماشي كندير لكم لا مانيبيولاسيون ولا كنلعب لك العقل ديالك. الهدف ديالي ها هو، ولكن ما سمي الانسان انسانا الا لنسيه. الانسان سمي انسان من نجات لانك ينسى. انا بغيتك تذكر يوميا ان عندك هدف. الهدف السي مروان هو نوصل ل 64 كيلو ونسيبوز. انا عاك ما عرفتش الوزن ديالك، انا نبي الاحلام عندك 74 لا ولكن الحلم ديالك واش كاتبه في شي بلاصه؟ واش حاطه في بيت النعاس ديالك؟ واش باين ليك داك الحلم؟ لدرجه ان غنعطيكم واحد القصه. واحد الممثل مورغان فريمان امريكا قالوا لي حققتي دي زوسكار وكل شيء، كيفاش حققتيهم؟ ويجي ويقول لهم لاحظوا ان في الطابله عنده الطابله فين كيجلس دير فيها الاوسكار لتحت. نعم. وقال لي وي انا راك درتي راك حققتي. قال لي لا، راه 20 عام قبل ما نحقق كنت صوبت واحد من الخشب وحطيته عندي هنا لان عارف راسي غنوصل لهذا الهدف. يعني وقت ما جلس كناكل كيبان لي الهدف الاوبجيكتيف ديالي قدامي، وما ننساش الخطوات الخمسه اللي دائما كنهضروا عليهم. فوالا، ما ننساش الرياضه، ما ننساش الاكل، ما ننساش جو في اتونسيون، ولكن الهدف راه كيبان لي يوميا. كنعيش معاه، ما كنتناساش، لان الهدف غيكون عندك 15 يوم وغتنساه. نعم. مي انا بغيتو يوميا يكون قدامك، يوميا كيذكرك بان عندك هدف خصك تحققه. ونبغيوك نيت حتى انت اليوم تذكرنا بهذوك الخطوات الخمسه واخا غير سريعا باش نذكرهم معك كذلك، وممكن الا ذكرناهم غادي نتحفزوا اكثر باش اننا نقصوا هذاك الوزن ونرجعوا لهذاك السروال. التحدي اللي التحدي ديالك وديال الجمهور ديالنا، انا ما غنذكركش، نقول لك رجع للحلقه راه كاينه في لاباج ديالنا تيلي ماروك، رجع ليها، رجع ليوتيوب وغتشوف الخطوات. هذه هي اول تحدي ليك انك دير لي فور انك تمشي تقلب، لان المشكل اللي عندنا وانا كنعاني منه بزاف، اي حاجه ما عندهاش لا فالور ما خلصتيهاش، ما قلبتش عليها، ما انتش كتبان لك عيانه. باغ كونتخ لا عطيتيها قيمه ماديه وعطيتيها جهد كتبدا تخاف منها. يعني الخطوات احنا قلناهم نيفيتي لو كران، نيفيتي لو سوكري، ديفيسيت كالوريك، ولكن نخليكم تقلبوا على لي زوطر. نعم، انا بغيت غير نمشي معاك باش نزيدوا نوضحوا للمشاهدين الكرام ودائما التتمه ديال كيفاش يمكن لينا نحاربوا السمنه. اليوم واش غير الرياضه والتغذيه بوحدهم قادرين انهم يحاربوا لنا هذه السمنه ولا كاينين عوامل اخرى؟ شوف، لما كانش عندك صوره ذهنيه على الصوره ديال مروان شحال بغى يوصل شحال بغى يدير،
ما يمكنش تحارب السمنه، لان انت كتعيش بواحد الصوره ديال دابا بهذا الوزن ديال دابا، بهذا الطول ديال دابا، بهذا الحجم ديال دابا، ما عندكش صوره ذهنيه على فين بغيتي توصل. خاص تكون عندك اصلا تدخل لدماغك وتقول انا اشنو بغيت من هنا لست شهور. كيفاش كتخدم مع الناس على الوزن؟ اشنو كتقول لك؟ تقول لي الله يخليك دابا كتجي عندي اون فام ولا انون كيولي عندي اون سيبوز جوني نيمبورت كوا، عندي 80 بغيت نوصل ل 70، كنقول له اعطيني الوقت، اعطيني لي مويا، اعطيني الوقت، شحال بغيتي في الوقت؟ كيقول لي في الشهر، كنقول لي لا يمكن يا اخي ولا يا اختي في الشهر ما يمكنش، الا بغيتي تفقد على الماء نشفك من الماء غتنقص 10 كيلو ولكن غترجع. كنقول لي باش تنقص 10 كيلو خاصك 9 شهور جودي نيمبورت كوا سا ديبون لاكتيفيتي. كتقول خاصك 9 شهور، هذيك 9 شهور ها كيفاش غنترينيو؟ غنترينيو ثلاثه المرات، غتبدل الاكل ديالك، غتبدل نمط العيش، وغتبدل الصوره ديالك. وباش نبدل ديك الصوره انا كندير واحد لاستيس ديال داك السروال، كنقول لها شنو الامنيه ديالك مدام؟ كتقول لي الامنيه ديالي لبس سروال ديال 38 كتلبس 44. كنقول لي سيري شري احسن سروال ديال 38 يكون غالي، يكون غالي ها فريمون غالي، شري وحطيه قدامك. هذاك هو لوبجيكتيف ديالك، لوبجيكتيف ديالك انك تلبسيه وتبقاي لابساه، ماشي تلبسيه مره وحده تزيري وديك الصدفه طير، لا تلبسيه وتبقاي لابساه تمشي به. هذا هو الهدف ديالي. الصوره الذهنيه غنربطها بهذاك الهدف وغنربط راسي، نعود نشوف راسي انني رقيق، انني مقاد، لا فورم ديالي مقاده. حيت داك الشيء اللي كتيماجيني ليماجيناسيون دايوغ اينشتاين كيقول لك ايماجينيسيون از مور امبورطون دان نوليدج، ليماجيناسيون اي بليز امبورطون كو لا كونيسونس. سكون ايماجين اون لو رياليز. الناس قبل ما يطلعوا للقمر ايماجيناو راسهم في القمر. الابطال الاولمبيين وانا خدمت مع بعض منهم قبل ما يحقق اي حاجه كان في عقله الداخلي امن بها. يعني واش كتامن انت براسك ولا لا؟ واش حكيت ملي كنقول لك انا خطوات عمليه كلشي، اشنو كتقول انت لراسك الداخل ديالك لو جو انترن؟ كيفاش كتهضر مع راسك؟ كاين لو ديالوج وكاين لو مونولوج. كيفاش كنناقش نفسي؟ واش انا كنامن براسي؟ كنامن بان غنوصل لهذ الخطوه اللي كنت كنامن بها غتوصل ليها. حيت لو كوتش ولا اخصائي التغذيه ولا الرياضه ولا كلشي هذاك سي كوم ان غيد دو مونطان. ملي كطلع لتبقى كلشي كيكون معك واحد الغيد كيطلع معك كيمشي معك ولكن ما كيمشيش برجليك، كيمشي تاكومبان ويل في با لي فور ا تا بلاس، يعني كيساعدك كيمشي معاك كيرافقك، كيرافقك مزيان الله يرضي عليك جبتي له كيرافقك في المهمه، ولكن ما كيديرش المهمه في المكان ديالك، راه انت اللي خصك دير المهمه. خصك تقتنع بان مروان 64 كيلو كتواعدنا ان 64 كيلو من هنا العام وتكون فيك 64 كيلو، انا غنجيب الميزان لهنا طونسيون شفتي في المشاهدين اليوم التقليد عليك. يعني انني كنامن انا مع نفسي، خص الايمان كينبعت من الداخل. الايمان راه داخلي، ما غايجيبوش لك شي واحد من برا. كتامن بانني غنقص الوزن، ملي غتامن بها كون على يقين ان مع الرياضه ومع التغذيه غتنقص الوزن، غتنقص الوزن، لان هذاك الشيء اللي كتامن به في الداخل هو اللي غيتحقق. سي طارق، من بعد ما برمجنا الدماغ ديالنا على اساس اننا غادي غنقصوا الوزن وكذلك يكون الهدف ديالنا هو انه في واحد السن معينه او لا في سنه او لا سنتين او واحد الوقت المعين غادي يكون عندي واحد الوزن، الوقت المعين غنحدو يعني راه ما نقولش واحد الوقت من هنا لعامين، عامين راه سي يعني نحدد الوقت اللي انا بغيت نوصل به. 2019 غنكون كذا، يكون واحد الهدف محدد، كذلك نتبعوا هذوك الخطوات اللي ذكرتي انت. فاكيد هذا الشيء كله الا تبعناه بالطريقه الصحيحه وكيف ما قلتي انت على قواعده فاكيد غادي ننقصوا الوزن. كاين في واحد الحاله اللي صافي كننقصوا الوزن فبحال كننساو شويه هذاك الشيء اللي داز علينا، كيفاش يمكن لي انا اليوم ناكل ونحافظ على هذاك الوزن اللي دوزت هذه المراحل هذه كلها باش وصلت لهذاك الوزن المثالي؟ هو دابا ملي كنسمعك كتهضري على هذا الشيء بحال دوزتي داك الشيء، بحال دوزتي العذاب وكل شيء. العذاب هو ان العذاب، نقول لك العذاب ماشي هو انك دير الرياضه وتحافظ على الوزن، العذاب هو انك تبغي تمشى وتسيب ان لو كور ديالك ما خلاكش. لان كاين واحد لافخاز انا جوفي الفيديو اون فرونسي، كون لو كور اي فيبل ايل كوموند او كون ايل فور ايل اوبي بالعربيه، ملي كيكون الجسم قوي كيتبعك كتامرو. نعم كتقول لي دير دير، ملي كيكون فابل كيكون ضعيف كتعود عبد ديالو، انت كتعود عبد ديال الجسم ديالك انت مع نفسك. نعم. كتعود عبد ديال النفس ديالك، لان كتقول غادي نطلع الدروج كتقول لا ما نقدرش نطلع الدروج، الكبيه كيضروني، عندي البوا القلب ديالي كيضرني. ملي غتكون صحيح ولو كور ديالك صحيح غتكون نطلع الدروج يلا زيد طلع، غتطلع 3 ايطاج طلع 4 ايطاج طلع، فيق من الناس نفيق. علاش؟ لان خدمتي لو كور ديالك. هذا هو العذاب، ان لو كور ديالك يعود حاكمك ماشي انت اللي حاكمه، ماشي المونطال. ومنين كيجي هذا التحكم؟ عرفتي منين كيجي؟ كيجي من اول خطوه، اول خطوه اسهل تحكم في داك الشيء اللي كتدخل. الا تحكمتي في الشهوه ديالك، كنت كنهضر مع واحد الصديقه منى على لا اكثر شهوات اللي كيحكمونا في الدنيا. كاين جوج شهوات الناس كيسحابوا حوايج اخرى، نقول لكم كاين الاكل
هو اول حاجه علاش خرج ادم من الجنه. وكاين الغضب، اول جريمه وقعت في الدنيا قابيل وهابيل، الغضب. جوج شهوات هما لي بلو بويستون. الا تحكمتي في الاكل، تحكمتي في الاكل ديالك، تحكمتي في نفسك. الا تحكمتي في الغضب ديالك، تحكمتي في نفسك. هاد جوج انا عا كنبارطاجي معكم، انا ما كنديش لكم، ما كنعطيكمش دروس باش تكونوا واضحين. عا كنقول لك خصك تحكم في الشهوه ديالك ديال الاكل، تحكمتي فيها تحكمتي في نفسك. غادي كتسوق في الطومبيل وغادي راجع وغتاكل بحال شي بشراهه وبلاغاج، قول نو جو في ماريتي ما غناكلش، غنتحكم في الاكل ديالي وغناكل، غنبرع راسي، ولكن غنختار الوقت. انا كنجاوبك، غنختار الوقت. نقدر مره مره نخرج مع وليداتي حتى نمشي ناكل داك الشيء اللي غير مسموح به، غير مسموح به مره في السيمانه، مره جو في بليزير افيك لي زونفون، علاش لا؟ مي ما تعودش عاده، ما تعودش على وقت ما تقلقتي تمشي تاكل داك الشيء، ولا وقت ما تقلقتي تشري الصودا وتشربها، ما يمكنش. تما راك كتدخل في واحد الطاقه اللي غتخزنها، لا خزنتيها غتغلاض، ولا غلاضتي غتمحن، وغتمحن ولادك وغتمحن النفس ديالك. يعني اول خطوه نتحكم في هذاك الشيء اللي كناكلو يكون كله صحي ويكون فولي، يعني بالاراده ديالك انني نمشي ناكل داك الشيء. غنقول نهار السبت انا والسي مروان غنبرعوا راسنا غنمشيو ناكلوا ان طاكوس، يلا واخا انا واخا تعرض ليا نقول لك ما داكشي ما كاينش حتى ما كيعجبنيش، ما يعجبكش واخا مزيان، ولا زعزع يلا غنمشيو ناكلوا زعزع، ولا كنشربوا ولا ناكلوا ما عرفتش. المهم غنمشيو السبت عندي مره واحده، ولا مره في السيمانه، مره في الشهر، كلشي وي، مي ما تعودش عاده. وداكشي انا اللي كنتحكم فيه ماشي هو اللي كيتحكم فيا. دابا بحال كندير واحد لو جو، بحال جو ديل افيك موا ميم، كننيغوسي افيك موا ميم، كنتشطر مع راسي واش ناكل ولا ما ناكلش، انا اللي كنحكم في راسي. ولكن مره مره، والوقت ناكل بالنهار ما ناكلش بالليل، بالليل نقصت الحركه غنخزن، بالنهار غنحرق. نعم. واكيد اذا سمحت لي يا مروان، ودائما تحت في الخطوات اللي ذكرتي قبل باش نطيحوا الوزن كانت الرياضه حاضره، فهاد الحاله هذه نبغيو نعرفوا المحل ديال الرياضه فهاد الحاله هذه، فاش نبغيو نخليو الوزن ديالنا ستابل. هو انا غنشكك، واخا انا جو سوي كوتش سبورتيف، الرياضه ما كطيحش الوزن باش تكونوا واضحين، الرياضه ما كطيحش الوزن، الرياضه كتخدم لك لاباري لوكوموتيف، هاد الدوره الدمويه ديالنا، الدوره الدمويه، القلب، الرئتين، كتصححهم كتقويهم. نعم. وكتخدم لك لا ماشين اللي كتحرك هذاك الفيوكيل اللي هو لو كور ديالك، كيبقى مزيان كلشي. اللي كيطيح الاكل، اللي كيطيح الوزن هو الاكل. نعم. لكن انت كدير الرياضه كتاكل لي كالوري اكثر من داكشي اللي كتحرق، راه غتغلاض. نعم. ما يمكنش اللي بغى يغلاض، انا نقول لي غناكتيفي لك لو كور، دير شويه الرياضه، حرك لو كور، تمشى كلشي، وسير كل وغتنفخ. نعم. اوتوماتيكمون غتبدا تخزن. نعم. وهذا هو الموضوع اللي بغيت نهضر معاك فيه، حيت كاينين بزاف ديال الناس كيتبعوا ان ريجيم، ولا كيتبعوا واحد غادي نقولوا واحد نظام غذائي متوازن واحد المده معينه ديال عام، ديال عام ونص مثلا، هو ماشي نظام كيتبع حميه، كيتبع حميه الحنجي ديالو، كيضعف هذا السيد هذا، كيحصل على الوزن المثالي اللي بغى، صافي كيفرح، كيرجع ليه المورال، دونك كيبدا يسو بيرمي بعض المرات شي حويجات اللي ما خصوش يرجع ياكلهم. وهنا كنلاحظوا ان هاد الناس هادو كيرجعوا الوزن بالزربه، وبعض المرات اكثر من هذاك الشيء اللي كانوا فيه. هنا صح. كيفاش هاد الناس اللي حققوا واحد النجاح في الحميه ديالهم كيفاش ما يرجعوش ياخذوا الوزن ويحاولوا يخليوا هذاك الكيليبر اللي عندهم دائما؟ عليك نور، سؤال رائع. هادشي اللي كيعانيو منه كاع الناس. لا علاش كتكون عندك العزيمه واحد الوقت، من بعد كتوصل داك الشيء اللي بغيتي كتفراني مزيان. لحقاش انا ما عمري كنقول حميه ولا ريجيم، ما عمري كنتناقش معكم في حميه ولا ريجيم، ما عمري غنعطي حميه ولا كلشي. ماشي الدور ديالي. هاد الحميه اللي مومونطاني، ظرفيه، ليميتي في الوقت. الحميه شحال قدك تصبر تعيش بديك الحميه؟ ست شهور، عام، عام راسي انورم. صبرتي عام، من بعد من غتحيد ديك الحميه لو كور ديالك في عمر 30 عام ولا 40 عام راه مولف واحد الطريقه، راه عندك اون ميموار دايور بالعربيه. كنقولوا عندك ذاكره في كل شيء في لو كور ديالك. هي ملي جات الايه القرانيه وتشهدوا عليهم ايديهم وارجلهم بما كانوا يكسبون، حيت لا ميموار راه كاينه هنا، اي حاجه درتيها راه كاينه في لو كور ديالك. يعني لو كور ديالك راه عارف ان دابا راك داير الحميه، راك كتنقص بحال واحد البونجه كتعصرها، عاد صغيوره، نهار كتحطها في الماء غتعمر كل شيء، نهار غتعطيها بزاف ديال الكالوري كترجع تنفخ. انا ما كنقولش لك حميه، كنقول لك نظام غذائي. داك الشيء علاش كنقول كوتش كيتبع معاك كل شيء، فيها الرياضه، فيها التغذيه، فيها التو كوتش. نعم. غادي معاك، كيرافقك مرافق استشاري، مرافق وغادي معاك في الطريق، يعني كنتبع معاك كل شيء. وكنقول لك ماشي حميه، انا انا دابا يلا قلت لحميده، قلت لها tu peux faire des exceptions. نهار السبت قلت لك انت انا وياك نمشيو نديرو لي زيكسيبسيون، ولكن ما تعودش العاده. العاده ديالي هي ان غذاء ونظام مزيان، والحميه ما نديرهاش. الحميه كاين واحد الحميه كتسمى دوكون، ريجيم دوكون كيعتمد هايبر بروتينيك، كيعتمد على البروتينات. هذا ماشي موضوعنا، ولكن كيعتمد على البروتينات، وفي ساعه كيضعفك. علاش؟ لان البروتينات
باش يتهضموا ستانكو كالوريك باش يتهضموا خصك مجهود عضلي ومجهود ديال المعده وديال الانزيمات باش هما باش يتهضموا كيحرقوا لك لي كالوري بلا ما تاكل، ولكن كيعتمد على البروتينات بزاف. ولكن اللي خطير فيه انه كيضر الكلاوي ديالك، يعني كداك انسيفيزونس رينال. والبروتينات انت محتاج 1 غرام بار كيلوغرام دو بوا، ما محتاجش اكثر. انت ملي كتاخذ اكثر كضر بالجهاز الهضمي ديالك، كضر بالكلاوي ديالك، وكتنقص من الوزن. حنا الغرض ديالنا في تيلي ماروك، وانا جو سوي فيير زعما فخور بان الغرض ديالنا هو الصحه ديالكم. ماشي الغرض ديالنا باش نديروا واحد لو ريجيم ولا كذا. كنتقاسموا معكم بعض الخطوات وبعض المعرفه انني ما نديرش دي ريجيم، ما نديرش حميه، نبدا النظام الغذائي مره مره، ندير دي زيكسيبسيون، ما نحرمش راسي الله يرضي عليك، ما نحرمش راسي، ونعرف وقتاش ناكل اي حاجه غرا دهنيه او سكريه او حلوه ما ناكلهاش بالليل. الله يخليكم، بالليل ما تاكلوش لو غرا ولو سكري، الا كليتي غتخزنوا بالليل من ورا 6 العشية. نحاول نعود نظام نباتي، حتى لي بات حتى الروز ما نقربش لهم بالليل لان نخزنهم. واكيد اكيد دائما كناكدوا على واحد النظام غذائي اللي يكون متوازن، وكذلك واحد ليجيان دو في. كنظن هاد ليجيان دو في هي اللي كتخلينا اننا نستمروا. الا فقدنا الوزن اكيد غنستمروا وغنحافظوا على هذاك الوزن اللي وصلنا. الاستمراريه هو التحدي ديالنا، الاستمراريه هو التحدي ديال اي واحد. لان ما كنحسبوش كنقولوا راه نقصتي الوزن في واحد لاج ولا في واحد كلشي. الوزن الخبراء ديال بصح اللي كيهضروا مع الوزن كيهضر لك على لا مويان ديال طون بوين سور 5 اون، كيحسب لك لا مويان سور 5 اون ماشي على الشهر. نعم شكرا لك بزاف كلش على هاد النصائح اللي كتعطينا وكتقاسمها معنا في بلاطو صباحكم مبروك. افيك بليزير.